السلام عليكم اخواتي صحباتي حبيباتي المتابعات. اليوم سوف اقدم لكم هذا الفيديو تحضيرات للمدرسة. لشوشوها حبيت نشري لبنتي باه تدخل غير غدوة. نشريها لشوشوها اليوم لسيرتات هاهم. مختلف الالوان والاشكال وحبيت نشارككم في هذا الفيديو لي فان تاعي تحضيرات للمدرسه. وهادو لي زاكسيسوار هادو باه نشري لبنتي. وهذا الحانوت دائما نترددوا ونجيو ليه فيها في اسعار معقوله. ولهنا لهنا الزحمه كما قالوها المصري هنا لي زاكسيسوار. ها هم لي زاكسيسوار شوف ستيلو اللي كاين 40 الفقسيه. ها هم لي زاكسيسوار بون. هام لي زاكسيسوار تاني السناسل. هام راني شريت لها انا تاني هاني شريت لها بحال هذا تحطهم في المحفظة تاعها الساكادو. هاهم شريتهم لي مايك اب تاني لهنا حوايج بزاف ملتي سيرفيس هنا اشكال والوان تاع لي زاكسيسوار. هذا حانوت دائما تجيو عليه نترددو يوميا يوميا نشتريو منو حوايجنا كامل. هاهم لهنا طالق نتاع الاظافر هنا لي كونتي لي كوتونتيج خيوط هنا بزاف حوايج المشاطي كلش هنا مختلف لي زاكسيسوار هنا كامل توسكي اكسسوار هنا. عفوا على الهضره بزاف المحل مليان الله يبارك واكثرهم نساء واطفال. ومن بعد نولي لكم الفيديو. هنا هاهم حوايج تاع الاطفال دوغا لي برانسيز هنا تاني لي زاكسيسوار هنا هاهم مليح هاهم هنا كلش. مام الاطفال البنات كل جاوية لتحضيرات المدرسة الدخول المدرسي. هنا هكا تشكي هام تاع الاطفال السقاطات اللي يحطوا فيهم النقود. لا لا على الكيف حوايج بالبزاف ملاح. هنا ثاني هاهم هاهم لي ساكادو تاع الاطفال ذكور واناث صح. هاهم لي طابليي هاهم تسمى لي جيت نشتري لبنتي طابليه ولا كل شيء كاين في هذا المحل بأسعار معقولة جدا جدا ويترد عليه للنساء كامل والأطفال والبنات وكل. وهذا المحل تاع واحد جارنا تاع بكري كان جارنا من بكري ولادو تسمى ولد حومتنا نجيو عندو يعرفونا ولادو هو انسان طيب. انسان طيب. ومن بعد نوليو لكم الفيديو. ها من الادوات المدرسيه راح نشري بنتي
راح نشري لبنتي الادوات المدرسيه كامله ونسى كامل هم قاعدين يشري الادوات لتحضير دخول المدرسي. هاي بنتي قعدت تختار وش راح تشري انا خيرت لكم هذا الحانوت دائما نتردد عليه دائما نشري عليه كل عام نشري عليه الادوات المدرسيه وجميع الادوات كل تلقاها هنا اللي ما كانش منه من تلقاها هنا هما عندهم محل اون فاس المحل هذا ادوات مدرسيه بنتي غادي طرافي كل ستيلوات اقلام لي ماركور كلش كلش هيا بنتي الوان كلش انواعها من هي اللي تخوص ها هنا كلش كاين الواح تاع جميع السنوات من الابتدائي للجامعه هو هادو كل يشهدوا كل ادوات مدرسيه من نوع الرفيع ومن بعد نولي لكم الفيديو سيبو بعد ما رحت المحل اشتريت هذه الادوات واشتريت لها الساكادو هذه تاع لي موجي مليحه باهيه هذه هي الساكادو تاعها ومن بعد شريت لها الادوات شريت لها هذه البوشيت هذه ما تديها تحطها معاها في مش تاع الادوات هذه تاع حوايج هكا تاع الاحتياجات اليوميه ها هي كيما نقولوا هذا لي لانجات بارفان كلش ميني مينوسكول هذه معقم اليدين تما كوم هي تروح للمدرسه قادره ما تديرش الماء قادره ما تما وقادره تزيد تحط مشط تحط قدام حاجه هذه دائما مع التلاميذ يحطوها باه يسحقوا هكا تقولوا ساك دو تواليت وشريت لها هذه ثاني تاع لي مونجي مليحه شريت لها كبيره تهز وزدت شريت لها هذه شريت لها زوج باه تبدل هذه ثاني تري جولي في الموف وشريت لها بوغ لو مومون هذه المشتريات تاعي لا سويت هذيك تاع يعني درتلكم فيديو دوك كون ندير المونتاج مع بعدا ها لي ستيلو اون كولور شريت لها اقلام رصاص هادو تاني لي ستابيلو يهبلو شريت لها تخوا كولور روج فيغ بلو هادو تاني تسحقهم بزاف ميمحات على كل اشكال شريت لها هذه هادو لا سيري هذه ثاني تاع المسطرات شريت لها هادو ثاني راكم شفتوهم في الفيديو السابق حطيتهم في هذاك المنظم هاي هادي ثاني عندها هي لا غرافوز شريت لها لي زاغراف شريت لها هذا المبرا كما حنا نقولوا بالرشا ها هي الصغيره ولا الكبيره هي كي تتحل بصح ما عرفتش نحلها مبرا الشاره شريط اللاصق هذه ثاني شريت لها هادو بطاقات ثاني تحطهم في الكراريس شريت لها هذه ثاني لوحه هذه تاني عند كيف مليحه براتيك شريت هاد الكراريس ها وغلفتهم بعدها كراريس هادو كان نورمال سامبل هادو ولي بالرسول الصغار يجيو بليهم
ولي بروسور كبير. دونك من بعد نشارككم معاهم مع نشارككم معايا في الفيديو فين لصقوا باسكو ما يكفيش تما كي يديرها كما هي يوصلش هنا هذا كبير تاع الروسور كاين هذا الغلاف نغلفو بطريقه خاصه. هادو هما المشتريات تاع اليوم هذا الجزء الاول تاع المشتريات ونقول لكم ديروا لي لايك ديروا لي اشتراك تعليق ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وترقبوا الجزء الثاني ان شاء الله. باي.